بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الغاية من خلق الخلق توحيد عبادته جل وعلا، وأخذ العهد والميثاق على بني آدم وهم في عالم الذر بقوله أشهد ربكم قالوا بلى، وبعث الرسل تترى تفضلا برسائل الذكرى. تجديدا للعهد بسابق العقد، وتصحيحا للصلة بالله لأحد الفرد، تسبيحا بحمده وتقديسا لمجده وسجودا لعظمته وجده، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وصلاة ربي وسلامه على من اصطفي للمحبة والخلة وتوحيد الأمة على أصول الملة، فجعل الشكر عنوان التوحيد والذكر سر التفريد، فقال عليه السلام: سبق المفردون أو المفردون. ومن مأثور مناجاته من يدي صلاته صلى الله عليه وعلى آله قوله منوها بالوجود الأجلى والمثل الأعلى والتفرد المطلق والقدر الأحق: اللهم ربنا لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. وأثني وأترضى على الأنجاب من الصحب والآل الذين اختيروا لصحبة النبي ذي الخلال صلى الله عليه وعلى آله، فسعدوا بمعيته وارتقوا بمحبته ومتابعته، وكانوا في الحق من دلائل نبوءته، إذ الظل دليل الأصل، وإن كان من فيئه وبحسبه ومن كان من سببه، المتشكك في سمو الظلال هو من أهل الضلال بلا جدال. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم هب لنا من معرفتك ما نحوز به حلاوة اليقين، وهب لنا من الإخبات إليك ما ترفعنا به إلى مستوى برد التطمين، وهب لنا من مدد غوثك ما نستحق به أن ندرج في ضمان التحصين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. وبعد، فإن من شؤون الإلهية العلية التي عرضها مقطع الاستهلال من سورة الآل شأنان عليان، هما التحدي الإلهي بالخلق وبالأمر، بالأمر المنزل وبالخلق المعدل: خلقك فسواك فعدلك. ولذلك نجد هذا المقطع الحكيم صدر بعد الأحرف الثلاثة الرامزة للتحدي بالكلمة. وتعلمون أن الكلام الإلهي له صفات خاصة تميزه جل وعلا كما ميزت أو كما تميزت صفاته الأخرى التي ترجع لغير الكلام. ومما صح عن سيدنا رسول الله في الحديث القدسي قول الله جل في علاه: إن عطائي كلام، الحديث في صحيح مسلم، وعذابي كلام. فلذلك نجد الصورة صدرت بتفرد الله جل وعلا في إلهيته، ثم بينت موجب هذا التفرد كمالا في الذات حياة، وكمالا في الفعل قيومية. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم نبهت على شأن من شؤون القيومية وهي إنزال الكلمة،
وبعثة الرسل المتكلمين باسم الله العلي، مبعوث العناية الإلهية، لأن هذا من قيومية الله الراجعة إلى ربوبية الله، إذ لا يجوز في مقتضى الربوبية التي مرجعها الرحمة أن يترك الله عباده سدا وهملا. فإذلك جل وعلا رد على الذين ينكرون الإرسال بقوله: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. كيف تقدر الله حق قدره وأنت تقول ليس لله كلام ولا خطاب ولا رسالة ولا رسول؟ كيف يترك خلقه دون هداية؟ كيف يضمن لهم الطعام والغذاء والنماء في الجانب الأقل الأخس فيك، ويهمل جانب النماء في روحك دون أن يهديك دون أن يرسل إليك؟ لا يمكن، هذا لا يجوز على الله. لا يجوز الله أن يرسل وأن لا يرسل باعتبار حرية الله واختياره العلي، ولكن مقتضى حكمة الله مقتضى رحمة الله العلية أن يرسل. ولذلك الله تبارك وتعالى قال لنا في صراحة لا حدود لها: كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب، ليجمعنكم للجزاء كما اقتضت حكمته الإرسال للتكليف. نزل عليك الكتاب بالحق، الحق بالنسبة لقول الله وفي كتاب الله لحمته وسداه، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ولماذا صدر بالحديث عن صفة الحق في الكتاب المنزل بين يدي تناول مشكل اسمه متشابه الكتاب؟ لأن هناك من يدخل من باب المتشابه للتشكيك في صفة الحق التي هي صفة الكتاب ونحوه، فاقتضى ذلك أنه لابد من تنصيص ابتداء على حقائق فروغ منها مطلقة. نزل عليك الكتاب بالحق، والحق كاسمه الثابت في نفسه، المستحق بموقعه، الحقيق بأن يؤخذ به، الطارد لما سواه من صور الاشتباه الموقعة في الضلال أو التحير. وهذه الحق هي في الكتاب، لا تعني خصوصيتها في الكتاب الخاتم، بل إنها في كل كتب الله شأن كلمات الله. لولا أن يد التحريف أضافت من غير حياء ولا خوف من ربنا في رسائل الله التي سبقت الكتاب وبشهادة الكتاب: فويل لهم مما كتبت أيديهم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. لولا ذلك لتصافحت الأديان الإلهية والتقت. إذ المرسل الواحد الأحد، والمرسل به كلمته، وتعالى ربنا أن تتناقض كلماته في أصولها أبدا، إلا ما اقتضت العناية في حينه أن يكون خاصا بالأمة المنزل إليها فيما يتعلق بأمر ارتقائها أو شأن معالجات روحها أو تهذيبها أو تزكيتها، فيكون خاصا على أمل أن وليس أدبين. هذا مما يطاله النسخ، وهذا المسمى بصفة الهيمنة، راجع للهيمنة. أزنى الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، رقابة الكتاب على الكتب السابقة في جانب ما نسخ أو أضافه الوهم. الكتاب نزل بالحق وأنزل بالحق، فالحق يلابسه من كل جهاته مضمونا وغاية. فلذلك القول بأن في الكتاب ما يكون بابا للإضلال والحيرة مرفوض ابتداء، وأن ما جاء في الكتاب من متشابه
جاء لما قصد عليه وجاء على ما بين القرآن هنا. نحن بصدده عقيدة وإزاء القرآن. القرآن قسم نفسه، يعني الله تبارك وتعالى قسم كتابه إلى محكم ومتشابه. أنزل على الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وقبلها أنزل على الكتاب بالحق. إذن محكمه ومتشابه حق، هذه الواحدة. الذي يرى المتشابه مختلف في مقاصده عن المحكم، هذا بداية الزيغ. فإذا القرآن حين قسم إلى محكم متشابه بنص الكتاب، أولا تبعوا نوعية المحكم بكونه أم الكتاب، والأم تعني مسألته، نعته بالأم، آيات محكمات هن أم الكتاب. القرآن يقول مقاس محكمات متشابهات ومضى، لأن يريد أن يبين مرتبة المحكم المتشابه في نص الكتاب، مرتبته وكمه، الكم والرقم. الرقم يبين الرتبة والكم يبين جملة. كم المحكمات؟ القرآن يقول هن أم الكتاب. والأم تطلق في اللغة على مسائل، أهمها عندنا هنا أنها المعظم، والأم الأصل الذي يسبق غيره. فالمحكم إذن هو معظم الكتاب، وهو الذي يلاقي وصفه في آيات أخرى بقول الله في آيات بينات، هذا بيان للناس، آيات مفصلات. وصف الكتاب بالبيان والتبيين والتفصيل في آيات أخرى هو الذي يعني. ودائما عندنا في اللغة إذا كان الشيء يمثل المعظم يجوز إطلاق الوصف عليه بالكلية، والعكس صحيح، يكون إطلاق القلة ويراد بها العدم. قليل ما يؤمنون أي لا يؤمنون، قليل ما هم، قل ما يفعل في اللغة أي لا يفعل، ويقرأوها في اللغة. فحمل الأكثر على الكل مقابل حمل الأقل على العدم. هن أم الكتاب، فهذه آية في تمييز المحكم، كسمه تمييزه أولا بالصفة بكونه محكما، والإحكام يرجع للمنع. شوف الحكمة في اللغة حديدة تضع في فم الفرس لإحكام قيادته ومنعه من فساد الخطو، يكون خرج مشي على طول. والحكمة تمنع السفة، لأن حكيم في منهجه، حكيم في قوله، معناه هو دائما يتحرى لا يقع في فساد، في فساد القول وفي خلاف السداد. والحكيم المتقن القول والعمل، المتحري للسداد. والمحكم على القولين يرجع للمعنى، لأن الحكمة تمنع فساد القول، الشيء المحكم بإتقانه يمنع تطرق الاحتمال إليه الموقع في التردد والحيرة. كلام المحكم هو ما جاء على وضوح في الدلالة يمنع طروق أو تطرق الاحتمال إليه لدرجة الوقوع في التحير والاشتباه، ده محكم، ده واضح الدلالة. وهذا عند أهل العلم لا خلاف في المحكم، حتى الذين فسروا بأنه الناسخ أو ما تأويله تنزيله، هذه من صور المحكم، تعريفاته لو تعددت المآل واحد. المتشابه إذا فسرناه بما استأثر الله بعلمه، وهو أحد قولين، أو ما خفيت دلالته لدرجة أنه مفتوح لاحتمالات متعددة قد يجيء بعضها في وجه بعض. لكن هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن؟ لمن يقتصر على رؤية المتشابه وهو بداية الزيغ. القرآن محكم متشابه وكله كلمة الله، وقد جاء للحق، فمن الحق أن تضع المحكمة إلى المتشابه، ويجتبع لك أمر المتشابه هو قليل فرده إلى محكمة الأصل.
إذن أحد التفسيرين المستأثر بعلمه الذي لا يعلمه إلا الله، أو الخفي الذي يعلمه الذين يعلمون المشكل وهم الراسخون في العلم، وهذا العنوان لجنس في العلم. ولذلك جاء عن ابن المنذر بسنده سيدنا عبد الله بن عباس قال: أنا ممن يعلم المتشابه. والحديث يعني أثر صحيح. عبد بن حميد هو إذ روى بسنده إلى مجاهد قال: والراسخون في العلم يعلمونه ويقولون آمنا به. ثم تلقوا الله تعالى وقال: الذين أوتوا العلم والإيمان، العلم والإيمان رسخ. يقول العلم ضد الإيمان، لا شيء، العلم والإيمان وليس بمتناقضين. تقول يا سيدي إذا أردت أن تؤمن فينبغي أن تغمض عينيك، هذا ما عندنا في الشريعة. افتح عينيك وآمن، علم وإيمان. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وقال تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا عبر هذه المدارس إلى صراط مستقيم. الإيمان يقين، واليقين قمة معرفة، والمعرفة سلوك سبيل التعرف بالأثر ونحوه للفهم. فالذين يضعون الإيمان حيث الغموض، والإيمان حيث الاشتباه، والإيمان حيث العقل، فأناس يتآمرون، شعروا أو لم يشعروا على قضية العقيدة، متآمرون على العقيدة، أحسوا ولم يحسوا. الإيمان لا يخشى العلم، تعد العلم ولا الآخر، ولا يخشى الفهم، ولا يتناقض مع الحقيقة. وأمر الله القولي وجه لفعل الله العملي، الخلق والأمر وجهان لعملة واحدة، عملة إلهية. قل أنا نقرب شوية بعد اللغة، تلاحظوا علينا أحد استعمال الكلمات في سياق التقريب، أنا شيء مفتوح لكن بشرطه. محكم الكتاب أمه ومعظمه، والرد إليه باعتبار أنه أم ومصدر ومرجع. المتشابه القرآن يتكلم عنه وأخر، وهذه الصيغة من صيغ عندنا تفهم معنيين، تفهم معنى الأول من حيث مادتها، والثاني من حيث الصيغة. من حيث المادة أنها مؤخر، أخر فرتبته تالية للمحكم، تابع معي، رتب دينك، فرتبة المتشابه تالية وليست سابقة. وكلمة أخر معدولة عن آخر، ونقطة العدل الصحيح عندها للتحقيق إفادة القلة. تعرفوا العدل في اللغة معروف عندكم في باب العالمية، من علل المنع من الصرف، وتكون في باب الصفة، وتكون في باب العالمية، ولكن ورد في القرآن من معلول العدد مثنى وثلاثة وربع، ومن معدول الصفة أخر. أما عمر وكذا إلى آخره فلم يرد في القرآن. قلت فعل معروف، قد يكون حتى مثنى في من العدد مفعل، تهو من صياغ العدل في العدد، مثنى بدل اثنين عدل، معنى عدل، انصراف من صيغة إلى صيغة. حين تقول اثنين فتعديل فتقول مثنى تفيد شيئا آخر وهو اثنين اثنين. إذن فنكتة العدل سواء في باب العدد أو في باب الصفة لا أمور، ومن نكتة العدل والله أعلم أنها تقليل محكمات هن أم الكتاب وأخر، فدل بالمادة التي هي أخر وتأخر على فرعية الرتبة، ودل وهذا شأنها. لا يمكن للكتاب البين أن يكون المشتبه معظمه، ولا أن يكون المشتبه أصل في الرد لأنه في أصله مشتبه. إذا الكتاب لأنه أخطر ما يخطر على الكتاب حين يقرأه من لا يعرف لغته، أو يعرفها وهي لغة إعجاز، معرفة بسيطة، ويريد أن يعمل هذا الفهم البسيط في الكتاب المعجز. ثم يضع القرآن، تبع ما أجيكم إن شاء الله، الناس إزاء المتشابه، لأن إزاء المحكم ما في مشكل،
ليس فيه مشاكل، لكن إزاء المشكلة والمتشابه. فيقول: فأما إن تطلعت النفس إلى معرفة موقف الناس من المتشابه، فجاء القرآن يقول بالتفريع: فأما الذين في قلوبهم زين فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. مقابلهم محذوف على طريقة الكتاب في أسلوب الاحتباك، هذا من أساليب الفتح في فهم الكتاب. أما الراسخون في العلم وهم الذين ليس في قلوبهم زيغ، لأن أصل الزيغ في القلب يجيئك من جهتين، هنا زيغ في الإرادة ابتغاء تأويله، وزيغ في الفعل والممارسة هو إرادة الفتنة، تريد أن توقع الناس في الفتنة، فتنة عقائديا، في الالتباس، تريد أن تشكك في المحكم بالمتشابه وتشكك فيهما معا باعتبار الحق الذي هو صفة الكتاب ونعته. وإلى هنا إن شاء الله نقف بكم وقفة صغيرة، لأن أنا جئت اليوم على أساس أنكم جئتم، وأنا عندي شوية تعبان اليوم، اسمحوا لي، ولكن جئت لأحكم، لأن ما عندنا وقت سيدي، انتظروا ونعوض لكم ما عندنا. نعم سيدي. المتشابه نأخذ صور منه حتى تفهموا إن شاء الله القصة كيف هي، عشانكم شو غموض كثير. هناك المتشابه من نوع المشكل الذي يسميه علماء القرآن وعلماء التفسير المشكل، مشكل الكتاب، وهذا بوه وضعوا له علم اسمه مشكل الكتاب. العبارات أو الآيات التي تشكل في أبواب معينة، معناها مشكل، موهم الاختلاف وموهم التعارض الذي ينبغي نبحث فيه للعلم لدفع هذا التعارض. وهذا صنف فيه قديما وحديثا، فمن صنف فيه من القديم قطرب محمد بن المستنير تلميذ سيبويه اللغوي، له كتاب في مشكل الكتاب، مش مشكل كتاب سيبويه، مشكل القرآن يعني متشابه من قبيل المشكل. أنا أعطيكم مثال إن شاء الله بعد. ومؤلفه من المتأخرين أحد الإمام الشنقيطي المعروف محمد بن الأمين الشنقيطي، له كتاب دفع الارتياب عن مختلف الكتاب، رسالة جمع فيها بعض المسائل من تفسيره وضع فيها، رسالة صغيرة. وهناك من المتشابه ما يتصل بالأحكام، كاين آية فيها اشتباه أي خفية الدلالة، أو قد توقع في بعض التساؤل عن الوجه الذي يخرجها من الاختلاف مع بعضها في مسائل الأحكام. وهناك من يدرج فيها الآيات المسمات آيات الصفات، أي المتعلقة بوصف الله جل في علاه، لأنها تهم الاشتباه من جوانب معينة. فحصل أن ضمن المتشابه آيات الاختلاف وبعض آيات الأحكام وآيات الصفات، يدخل في قسم مسمى بالمتشابه. سواء قلنا ممن استأثر الله عند بعضهم، وهذا ينزل على مسائل قلة كبعض الفواتح أو كالفواتح عند من يرى أنها من قسم المستأثر به، وهناك من يرى أن المستأثر به فيها درجة من درجات المعرفة وليس كل المعرفة. يجينا إن شاء الله، لا تعجلوا علي. أعطيكم أمثلة لبعض أهل الزيغ ومن خلالها تطلون على بعض المتشابه. أحد المنعوتين بالزيغ في تاريخ الفرق واسمه الجنابي القرمطي، والقرامطة هادو لهم ترجمة موسعة في كتب الفرق والاعتقاد. هذا الجنابي حضر في فتنة مكة في زمن الحجاج، وحصل كما تعلمون وعلمكم قتال وقتل شديد، فكان مما ألقى به في الناس هذا الجنابي، التفت إلى بعض المؤمنين فقال لهم: ألم يقول محمد المكي بين قوسين عليه لعائن الله، سيدنا رسول الله يعني يسميه محمد المكي، ألم يقول محمد المكي ومن دخله كان آمنا، أي أمان ترون في بيتكم هذه؟ بنقول لك أهل الزيغ كيف يقرؤون المتشابه.
وفتن الناس. الناس يعني أحد يقول إيه؟ ومن دخله كان آمنا. إيه وين الأمن؟ ماذا صنع؟ جاء إلى آيتين جاءت في صيغة الخبر والمراد بها الأمر، المراد بها الأمر يعني من دخله فأمنوه. هذه مسألة إخلال، إخلال من جهات، من جهات معينة. أنا لم يمتثلوا للأمر، ومن دخله كان آمنا وحملها في ظاهرها على أنها خبر، معناه سيؤمن بالقدر تأمينا جبريا قاريا. وكان يقول إذن القرآن يعني يخبر بشيء غير حقيقي، يريد أن يطعن في حقية الكتاب. شايف كيف ابتغاء الفتنة؟ مع أنه البليد لو عرف لغة العرب حتى عندنا كنت في الكتاب. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن؟ والوالدات يرضعن أو ليرضعن، وش تشريع هنا ولا الإخبار؟ ما عندنا تشريع، معنى ليرضعن. وصيغة الإنشاء للإخبار ترد، وقد يجي الإنشاء للإخبار تفاؤلا أو اعتبار جاري، يكون للتفاؤل ويكون لاعتبارات كثيرة من هذه. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. واش مراد الإخبار ولا لإعلام أنه سيأتي؟ إذن أحيانا قد يكون أمرا، أحيانا قد يكون إخبارا بالمستقبل، هو في صيغة الخبر. إذن هذا شنو دخل من محتمل، هو اللي تقول لما تقول متشابه خفي الدلالة جهات الخفاء، الاحتمال، الإجمال، توهم المثال كما في صفات الله، الأشياء التي يدخل منها الاحتمال والإجمال. وبالنسبة للقارئ قد يدخل الإشكال عليه من جهته، من جهته هو، وذلك كجهله بمعهود المخاطب وجهله بغريب اللغة. وهذا تجي السؤال عن الأب والسؤال عن غسلين، وقد تجيء من 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 عدم من جهله بالمصطلح. الربا مصطلح إسلامي، وكان في العرب يعرفون الربا، الربا زاد، ربا ربا يربو الشيء وإذا زاد، لكن الربا دخل القرآن جاء مصطلح. قال بعض قال ما تنبصصم يبين لنا معنى الربا، أنا ما أعرفش معنى المصطلح في الربا، نبصصم يموت ويبينش أحكام الربا على الوجه الصحيح أو حقائقها وقواعدها، بعيد كل بعد. زائغ آخر في جانب من جوانب المتشابه، وهذا يسمونه في يسمونه بنافع بن الأزرق والأزارقة فرقة خارجية. نافع هذا بن الأزرق معروف مسائله في علم الغريب، وصنفت وأفرزت بالتأليف، وجاء إلى مكة يسأل ابن سيدنا عبد الله بن عباس عن بعض غريب الكتاب، سأله فأجابه، وكان يسأله ويطالب بالحجة، يقول له وهل تعرف العرب ذلك؟ فيجيبه سيدنا عبد الله موثقا للتفسيرات للغريب بالشعر العربي الموثق، إلى أن انتهى. فقال سائلك عن مسائل تختلف علي في الكتاب. فقال سيدنا عبد الله بن عباس أشك هو؟ قال لا، ولكن اختلاف. انتبهوا للرجل كيف إيه. فقال له اسأل أقول لكم من بعض مسائله. فقال سمعت ربي يقول فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ثم سمعته أخرى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، ويا أخرى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وكلاهما في القيامة. زعما مرة يثبت التساؤل مرة ينفي المسألة، سيرد يبشر فهم الذين في قلوبهم فيتبعون ما تشابه، لأن مرادنا بالاتباع أنت مطالب باتباع المحكم واضح الدلالة والأكثر والأصل، فإذا جاءك مشتبه أراد التوى المحكم، فإذا أصبحت لا تتبع إلى المتشابه، المرادنا بالذم الذين يقتصرون عليه، لأن كلمة يتبعون فيها استعارة الاتباع بمعنى الملازمة والعكوف والخوض فيه،
وقصر النظر عليه وإرادة استخراج القواعد من المتشابه للتشكيك في المحكم، هذه تجليات الزيغ. وقال له: سمعت الله يقول في يوم كان مقداره 1000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فأي يوم هو الأصل؟ شكل الأسئلة أحدى الأسئلة تحت الاختلاف. أولا شوفوا الذين كتبوا في هذه المسائل، فقرأوا كتاب شيئا من أجل التنوير. سيدنا الغرناصي صاحب لك التأويل، مغربي الأندلسي صاحب لك التأويل، ابن الزبير هذا إمام في دفع هذه الشبهة، الله شنورانية عالية جدا. ملك التأويل، كتابه ملك التأويل في مجلدين من أجل ما كتب في دفع التعارضات. ابن جماعة أيضا في متشابه المعاني، مقتسي رحمه الله، فأجابه سيدنا عبد الله بن عباس بما يفيد أن جهة أن الموقف الذي لا مساءلة فيه، لا تساؤل بينهم، غير الموقف الذي فيه يسألون، والجهة إذا انفكت فلا تعارض. قواعد المنطق. من تقول لي شي واحد، يقول لي شي واحد، يقول لي سيدي هذا سيدي متقدم متأخر، يقول لي كيف؟ يقول لي سيدي متقدم في كذا متأخر في كذا، متقدم في درس كذا متأخر في دروس كذا. تعال أخرت يا فرح، ما قلت لي متقدم متأخر من نفس الجهة وفي الموضع، تقول كذا لا يقبل، لا يقبل عقل. إذن فكت الجهة ارتفع التناقض، لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون كما كانوا يتساءلون بأرحامهم، لأن العنوان عنوان فلا أنساب. أنا قلت لكم مشكلة اللغة، ضعف اللغة يوقع في الالتباس. يعني يوم القيامة يفر المرء من أخي، في الوقت اللي كنت تقول يا أخي الآن شفاعتنا يا ابن أمي، يعني تتوسل بي الرحم، تقول يا ابن أخي، لكن يوم القيامة لا أنساب بينه، يعني تخشى أن تجيء إليه فيتذكر مظلمة أو مطلوبية فيسائلك بهذا، يفر المرء من أقرب أقارب. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، أي بها بهذه الأنساب تضح المسألة. وقفوهم عفوا، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، هذا تساؤلات، يعني لما جئنا هنا، لماذا نحن، خصوصا الذين يسألون كانوا ينكرون البعث، هم إذن في حيرة من أمرهم، فلو بدا لهم من يعرفون فينا يتساءلون. أما لا يسأل حميم حميما، أي فدية أو نجدة أو شفاء، لنا الكل مشغول بنفسه، وهو أخو الله تبارك وتعالى. يعني يقول: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. سؤال استفسار، لأن المسألة تمت. وقفوا منهم مسؤولون، سؤال توبيخ وعتاب، وسؤال إيقافه تبكيته وإيقافه على الحقيقة، لكن لا يسألون سؤال استفسار، لأن الكل واضح، الصحف تطايرت وكل نشرت وتم كذا. وفي رواية أخرى ابن عباس قال: إن القيامة مواقف ومنازل، ولكل منزل للناس فيه شأن. ولذلك كانت اليوم القيامة يوم طويل، وحين تختلف المنازل تختلف الأحوال في المنازل، وإذا اختلفت كل في هذا يسألون وفي هذا انتهى السؤال. وعن يوم 50,000 قال هذا يوم القيامة، وعن يوم 1,000 قال هذا يوم العروج، وهو من 6 أيام التي خلق الله فيها الكون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. أي اللي فيها الأمر، يعني يوم العروج ويوم نزول الأمر والعروج بقضائه. فقال هذا يوم وهذا يوم، هذا يوم يرجع للتدبير وهذا يوم يرجع للجزاء، وهو طويل كان مقداره 50,000 سنة.
وفي رواية أخرى قال له 1000 سنة لقول الله على الكافرين غير يسير، طويل، وهو على المؤمنين دون ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم على آله يحبس المؤمن بقدر فواق الناقة. تعرفوا الحلبة؟ ما بين الحلبتين. الله جعل المؤمن قد يسر له الوقفة إذا كان تقيا حتى يحس بها، حتى يحس بها بين حلبة وحلبة، تعرفوا فواق ناقة. إن الله على كل شيء قدير. يعني ألا يقدر ربنا أن يوقف الزمن؟ إحنا أنا وياك، أنت تعيش في مدة ولا يعيش في مدة ولا يحس بها. تعرفون قضية جاءت في سورة البقرة عزير، قال إنه يحيي هذه الله عزيز. فأمته الله 100 عام ثم بعثه. وماذا بعثه؟ ماذا رأى؟ رأى حماره عظاما، ورأى طعامه طازجا، طعامه لم يتسنه ما تغير 100 سنة، والحمار داب. لو وجدهما معا هذه تكون معجزة في الإحياء فقط، لكن المعجزة أنه أمته الله 100 عام ثم بعثه وعطل الزمن إزاء الطعام، وقف الزمن لا يفعل في الطعام. عظمة القدرة. وتركه يفعل حتى لا يختلف الرجل، يختل عقله يقول إيه ولعل لي هذا حمار، لا جال حمارا يعني، يمكن أن يقول ربما نمت ساعتين ثلاث، نمت يوم. قال لي شوف انظر إلى عظام. تعلمون أن عظام كما يقول العلم البيولوجي اليوم من أكثر العظام يعني صمودا في عظام الحيوانات هذه القوية كالحمير وغيره، هذه تبيولوجي اليوم. العظام الحمار على صلابتها تلاشت، انظر إلى حمارك. ثم قال انظر إلى العظام كيف ننشرها، ننشزها بالقراءتين. وعلم الله على كل شيء. انظر إلى طعامك، طعامك لم يتسنه، معناه لم تغيره السنون، تسنه يقول لم تغيره مرور السنين. عظمة الله. إذا لا تستغربوا إذا أوقف الله المؤمنين في الظل وقلص الزمان، أوقفه لأنه من جنده وبأمره يتحرك. ودشأن العقائد حين تعرف تبقاش عند هذا، تبقاش تأليه العقل في مسائل الغيب. بقي لنا واحد هيك قلنا في مسائل، في مسائل نعم، ثم في مسائل العقيدة، مسائل الصفة. نصارى نجران أحده وقائده مذهب المسيح قال فيما نقل عنه، قال للمسلمين حين جاءوا في جدالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم معه، إننا نجد في كتابكم ما يؤيد قولنا في عيسى، بمعنى ما يريد يؤيد معتقدنا في التثليث. قال أين تجدون ذلك؟ قال نجده في الضمير، الله حين يتكلم عندكم في كتابكم نجد يقول نحن وأنزلنا وفعلنا، ولا يتكلم بالمفرد إلا قليلا. فهمت؟ إذن هو يفعل ومعه الثلاثة، يعني هو واحد من ثلاثة. شتي كدرت به؟ وهذا إذا وجد أناس لا يعرفوا العربية ولا يقرأوا ولا فيما يصنع، مع أنه أماد هذا لو صح. إذا صح أنهم قالوا هذا إرادة منهم للتوهيم، وهو أن الضمير مستعمل أحيانا في إرادة التشريك وأحيانا في إرادة الإجلال والتعظيم. يقول واحد منا نحن فعلنا، وهو يريد تعظيم الفعل لا تكثير الفاعل، بالك تعظيم الفعل. ولذلك يقول من سبة الله يقول الواحد المعظم لنفسه بحق الله، أن يقول نحن نزلنا الذكر فعلنا. فلا يجي واحد فيقول ومعه آلهة ويقول له المحكمات، إنني يا أنا الله لا إله إلا أنا، لجا في المفرد ما اشتياش المحكمات، ألا ترى المحكمات. ثم عيسى في المحكمات، إني عبد الله أتني الكتاب. عيسى بن مريم وأمه صديقة كان يأكلان
وهذه ألوان من الحاجة والفقر تتنافى مع صفة الإلهية. يعني تترك المحكمات وتتعلق بشبهة في أسلوب في الخلاف، وحط الله كيف هذا معنى الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ويلتزمون ويقصرون نظره على المتشابه للوقوف في وجه المحكم ولإيقاع الناس في الفتنة والحيرة. ومريم ابنة عمران، الإله الإله تكون بنتا تكون متولدة، أن الوحيدية تنفي تنفي التعدد والأحدية تنفي التولد. الأحد الذي لم يلد ولم يولد هذه لا يمكن، لأن الذي يلد يموت والذي يولد سبقه العدم لأنه سبقه الوالد. هذه تتنافى مع أصول التوحيد ونظرية التفريد، عقيدة التفريد. ولذلك في خصوص مسألة الصفات الإمام الخطابي رحمه الله وابن دقيق العيد وغيره قالوا إذا جاءتنا آيات تتحدث عن الله وتصفه بأوصاف ومثلها الأحاديث الثابتة، فإن كانت ما تصفه به كمالا مطلقا لم نتردد في نسبة ذلك لله، وإن كانت نقصا محضا لا نتردد في رفضها، في رفضها يعني في رفض ظاهرها، وإن كانت محتملة هنا محل الاجتهاد. فموقف المفوضة وموقف المؤولة إلى المحكم أي الذين يردون إلى المحكم هما مذهبان لأهل العلم والاعتقاد، ولا يجوز بحال الذين لا يعرفون هذه المسائل أن يقول دم المفوضة ولا يعرف تشنى المفوضة ولا معنى التفويض، أو يقول التأويل ولا يعرف معنى التأويل الصحيح المقبول عند أهل العلم والاعتقاد. أنا مثل لكم بسيط، مثلا إذا جاءتك آية تفيد القدرة المطلقة ما تتوقف في نسبتها لله تبارك وتعالى أو العلم المحيط، لكن إذا جاءك حديث مثل عبدي مرضت فلم تعدني، يجب أن تنفي، مش تنفي الحديث من أصله، تنفي أن يكون هذا هو المراد وهو نسبة المرض الذي هو عيب لله تبارك وتعالى. جعت عبدي فلم، لابد من أن تذهب إلى التأويل وتقول إن هذا يسمى بأسلوب التنزيل أو التنزل. الله يضع نفسه هذا بحق الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من يسلفني، لا يمكن أبدا أن تحمل على قل أبدا، لأن الاستسلاف معناه الاقتراض دليل الاحتياج، وإن عندك محكمات تثبت لله الغنى المطلق فكيف تقبل هذا النص؟ مش تقبل تقول أنا تقول لا بد هذا له محمل. إذن إذا كان محتملا لفضيلة لشيئان وهو وله وجه يحمل عليه قريب، هكذا يقول قريب معناه تقبله اللغة مش رفضه أسلوب الذي نزل، لأن القرآن تعالى يقول في الكتاب إن أنزلناه القرآن عربيا لعلكم تعقلون أي تعقلونه بلغته أي تفهمونه من خلال لغته، والعقل تحصيل الفهم من خلال اللغة، فإذا لا مدخلية في الفهم. فلا ينبغي لأحد يقول لا سيدي لا اترك هذه انتظر فلان حتى يفسر لك، وهو دون ذلك بمراحل فيما يتعلق بالكتاب باللغة وفهمها. وعيد القاعدة، إذا جاءت صفات لله تفيد ما يفيده المحكم من دلائل الكمال فتقبل بلا جدال، وما كانت مفيدة لغيره حسب الظاهر فإننا لا نقبل ظاهرة أبدا. وحتى الذين يفوضون انتبه معي يشترطون في صحة التفويض أن يعتقد أن ظاهر هذا لا يجوز في حق الله، يعتقد ظاهر لا يجوز ثم يقول أنا أفوض في المعنى المراد، لكن الظاهر ينبغي أن ينفيه وإلا كان ملحدا في الأسماء والصفات. أنا ملحد أنه يرى الجسم لله والذات والأعضاء وغيرها لا يجوز، ينبغي على الأقل إذا كان مفوضا ووقافا كما يقول المتوقف فإنه ينبغي أن ينزه ابتداء ثم يفوض في المعنى. أما أهل المحكم فإنهم يرون
حمله على المحكم وصرفه إلى ما ينبغي، لأن المؤول بشرطه لا يحتاج إلى تفويض، لأن المعنى أول إليه، فهو يعتقد هذا الذي أول، فهو لا يحتاج إلى تنزيه لأنه نزه فعلا بالتأويل. فهمتني شيخ لنا؟ أنا أعطيك مثال بس شوية لأن شي واحدين تيبانوا لي مخشين شوية مخشش. يقول ربنا تبارك وتعالى: فحيثما تولوا فثم وجه الله. لا يجوز بدل أن تحمل هنا الوجه على متعارف اللغة من الوجه، ولا حتى على اللغوي منها بمعنى الذات. قال أهل العلم مراد هنا بالقبلة وجوبا القبلة، وبها فسر البخاري وبها فسر أهل الأثر. فتم وجه الله فتم القبلة، لأن الحديث عن الصلاة والسياق سياق الحديث عن القبلة، والآية نازلة فاش نزل في صلاة النوافل، وأن النافلة لا يشترط فيها استقبال القبلة. كان إذا سافر وركب دابته استقبل وكبر، ثم صلى حيث ذهبت به دابته، ثم صلى حيث أبوب لها البخاري. باب صلاة المتطوع حيث تجهت به دابته لقول الله: وأينما فتم وجه الله، أي قبلته التي نصبها لتوجه الناس إليها في عبادتهم، فسميت وجها بهذا الاعتبار. إذا ما عندك شهادة القانون في التأويل فإنك توقعنا في طوام في العقيدة، بحيث يشبه الله في جهة معينة نعوذ بالله، وتنسب إليه ما يهم العضو وزائد الجهة، إذن ركبت الفساد على بعضه. لا يجوز. سيدنا ابن كثير رحمه الله لما جاء آية كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، قال يحمل شيئين. ابن كثير خلاصة لابن جرير وهو من الأئمة المحترمين في التفسير، فيقول: وجه الله ذاته، وكذا يقول كقولهم وجوه القوم بمعنى ذواتهم، والدليل على الإنسان مثلا كان المطالب بتوجيه وجهه إلى القبلة، وشير وجهه لذاته، أنت مطالب بتوجيه وجهك، أني وجهت وجهي، وش وجهي توجيه الوجه للقبلة، واش توجيهت الوجه فقط ولا الذات كلها؟ الذات. إلا إذا وجهت الوجه للقبلة وذاتك منحرفة عنها فإن لا صلاة لك، لأن القبلة هنا لركوع وذاتك لا. ليش؟ قال: ويبقى وجه ربك، أي ويبقى الله جل جلاله. وقالوا المعنى الثاني، قال: ويبقى ما كان لوجهه. شوف ثاني تأويل آخر كيف حلو؟ مقبول. ليش؟ لماذا تضيق الواسع؟ تحجر الواسع. ويبقى وجه ربك، قال: ما كان لوجهه، أي الأعمال الخالصة. وذكر بيت الشعرين في معنى الوجه بمعنى التوجه، قال: استغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. قال: الوجه أي التوجه. قال: فهذا من لغة العرب وهم يطلقونها على ذلك الوجه بمعنى التوجه. أرجعون المتشابه محتمل، إما من جهة المثال إهامه المثال، وإما من جهة الإجمال، وإما من جهة تطرق ما يمكن أن تطرق إليه بجهة الأساليب في الكتاب. أساليب كي من هنا هذه الصيغة تحمل على الأمر وتحمل على الخبر وتحمل على، وهذا يفهمه الراسخون في العلم ويؤولونه على أساس الموافقة للمحكم لا لأهوائهم، يوافق المحكم. يعني قواعد التأويل من منتها لابد من أن تكون ما تؤول له لأجله قاعدة مضطردة يقينية، يعني حقيقة عقدية صفة ثابتة. إلى لابد إما عندك شيء هو الذي عرض لك من أجل أنك لم تقبل هذا الظاهر، وما كل ظاهر المراد. لذلك قال بعضهم في تفسير المتشابه: ما لا ينبئ ظاهره عن مراده، كل لفظ لا ينبئ ظاهره عن مراده، فهذا يعد من قسم المتشابه. وادخلوا فيه قلنا مسائل، منها مشكل الكتاب، ومنها أحاديث الصفات، ومنها بعض آيات الأحكام نفسها، ومن ثم جاز الاختلاف فيها هل هي في أمر أم نهي أم كأني ما المطلوب منها، واش مجرد خبر أم مجرد مطالبة أم مجرد كذا. الحديث عن المتشابه بين يدي الرد على نصارى
نجران الذين يعتقدون في ألوهية المسيح. قلنا من جهته، من جهة الأمر احنا بين لكم، هم يشككون أن يحاولون إدخال الاستدلال بالمتشابه في الكتاب لإبطال الحق الذي فيه، وهو تفرد الله بالإلهية، وأن عيسى ليس له من أمرها شيء، استعمال المتشابه من أجل ضرب نص واصل. ثانيا الاستدلال بالخلق، الاستدلال بالأمر، ثانيا الاستدلال بالخلق. وسبق قلت لكم مرات، تابعوا معي، حيثما تجد الله قال خلق، فالخلق طبعه التسوية، خلق فسوى، خلقك فسواك فعدلك. وحيث معناه لا خلل ولا نقص في فعل الإله. وحيما تجد أمر وقال فقوله الحق، فهو أتم، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، تمام. ثم تجد أمر أو قال فاكتب عليها التمام، تمام في القول والتسوية أو الاستواء في الخلق. أيضا من جملة شبه النصارى التي أدلوا بها بخصوص إلهية المسيح أنه خلق بالمعجزة، يعني ولد ميلاد المعجزة، فيريدون أن يشوشوا على ماذا؟ على مسألة الخلق السنني بالاستثناء الذي هو المعجزة. نشوف، تابع معي، شوف المتشابه المحكم في النص قولي مرده إلى الحق، متكلم واحد، وهنا الخالق لعيسى هو الخالق لآدم هو الخالق لغيره من الخلق، إن مثل عيسى عند الله كمثل، معناه فعل المعجزة كفعل الخلق السنني، لأن كلاهما من فعل الله. الله خلق بالأسباب التي وضعها هو بمقتضى قدره، وخرق هذه الأسباب ليعلمنا وليدل على أن هذه الأسباب لا تحكمه لأنها من صنعه. وأعطيكم مثال في قضية الخلق الإلهي، تابع ما سيتم الصور الممكنة، احنا بحسب العقل الله تعالى، لا لأن في العقل عندنا في أنفسنا آية من آيات الله وبه يعرف الله، أصول المنطق في العقل من أدلات المعرفة، تابع معي، لا تستهينوا بمسألة العقل. ولذلك جعله الله شرط في التكليف وفي الخطاب، ونوه بآدم قال وعلم آدم الأسماء فتعلمها، علمه فتعلمها. صور الممكنات في الخلق عندنا بالنسبة لله تبارك وتعالى، بالنسبة لخلق الآدميين، الله خلق آدم من تراب من غير أب ولا أم، يعني من غير ما يسمى بالسبب الكامل الذي وضع، وخلق حواء من ضلعه، وهي أحاديث كثيرة حملها على ما تشاء، ولكن احنا نأخذ الصورة إنها لا شيء يمنع القدرة من أن تفعل، القدرة صالحة لذلك. شو انتبه معي، انتبه معي، وخلق حواء من ضلعه، معناه حي من حي، لا بطريق التوالد، بل هذا الشيء تنعرفه احنا وعجزته أيضا. وخلق عيسى من أم من سبب قاصر، وخلق بقيتنا بالسنن المعروفة، وخلق بعضنا باقتران صوري كما في يحيى في قضية زكريا مع زوجه، امرأته عاقر وبلغ العتي، يعني العتي عند أهل العلم بالأحياء يبس العظام وجفاف النقي مخها، وهذا يستحيل عند العلم أن يكون منهما، تعرفوا بأن المختبر الذي الخزان الذي يلد ماء تعرفون أجنه هو مخ العظام ومخ الصلب الأصلي. وفي سورة الطارق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، عظام الصدر كما رأى ترائبها، وصلب الرجل فقار ظهره. واليوم العلم يؤكد أن الماء أصله من مخ العظام، فإذا جفت، شوف جفت وضعف نقيها تأكل شيء.
بحيث الأسباب، بحيث الأسباب. فلذلك الله تبارك وتعالى قال لي لما تعجب سأل، ثم لما استجاب الله عاد عقل الأسباب ليكون حجابا، تحول عقل الأسباب إلى حجاب في لحظة واحدة، مع أنه نبي. قال هنالك دعا زكريا وربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. مجمع قصص القرآن أنه كان ابن 99 سنة وزوجه بنت 98 وبينهما سنة واحدة، ولم يلد قبله العقر، يعني هو الحكم تام مبين. فلما الله استجاب له وقال له شوف ست، قال أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبار. ماشي بلغت الكبار، الكبار بلغني، تتخايف. وامرأتي عاقر. ماذا قال؟ كذلك، يعني على تلك الحالة، يعني فعلا هذا أقره الله على حالك، يعني نعم على شيبتك وعقر زوجك ستلد، كذلك الله يفعل ما يشاء، أنا المشيئة التي تتجاوز الأسباب لأنها وضعتها. كيف يحكم الله قيد هو وضعه؟ أبدا، فعال لما يريد. ما تقرأوا العقائد سيدي، ما جيت تقرأوا العقد، أنا ما نريد العقد، عقائد فيها يقين وفهم، وفيها تسريح النور في مسارح الإدراك. اشتغل عقلك في آيات الله. مريم لما وعدها الله تبارك وتعالى بما وعدها عليه الصلاة والسلام، هي أيضا تشككت، يعني حصل لها ما يحصل لي أيين، كيف؟ قالت ربي أن يكون لي ولد. شوف كده، لأن هذا ولد من غير تزاوج، لأن هذا تولدات في العرف تقع بين اثنين، والأصل فيها التزاوج، سنة التزاوج. والذي زيد ومن آياته زيد إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة، وهي الولد بينكم مودة ورحمة. الولد من بين التزاوج يخرج الولد الذي هو المودة والرحمة، به تتوادان وبه تترحمان. قالت إن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق. وشوف القضية فين كانت، في قضية زكريا قال يفعله، لأن الفعل إنشاء في الصفة، إنشاء في العارض، والخلق إنشاء في الذوات. كده جينا إن شاء الله في المقطع تاع سورة الأنعام اللي هو قريب لندخلوا إن شاء الله. خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فالجعل تالي للخلق، وقد يكون مساويا له في بعض الإطلاقات، ولكن الأصل فيه أن يكون تاليا. فخلق الأعراض قال فيه جعل، وخلق الذوات حقيق باسم الخلق، لأنه إنشاء من عدم المطلق. الالتباس حصل للنصارى حتى ألاه المسيح، أن هذا الذي جرى معجزة. أولا نسوا أنه تجلي معجزة، وليس معجزة صادرة منه، وإنما هو مفعولها، مظهر للمعجزة، ليس كذلك؟ مظهر للمعجزة. والمعجزة كما تكون في الأمر تكون في الخلق. ومن عجيب مراد الله في الختم، تعلمون أن عيسى ختم الله به نبوءة في بني إسرائيل، وختم بمحمد نبوءة في الكل. فالختم في بني إسرائيل كان بمعجزة في الخلق، والختم برسولنا كان معجزة في الأمر في الرسالة. والله له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وحتى يتجرد أصل التوحيد من أي التباس، كانت معجزة الختم في الرسالة، في القول، في الأمر. وقلت لكم بأن الصورة هذه تعتني بمسألة التحدي في الخلق المعدل وفي الأمر المنزل. إذن قد تدخل المعجزة بما أنها خارقة
على فعل السنن فيحصل بعض الالتباس، كما يدخل المتشابه في القول على المحكم فيحصل به الالتباس. لكن عند من؟ عند من لا يميز، من ليس من أهل الرسوخ، من الذين في قلوبهم زيغ، يعني سرعان ما ينحرف، أدنى انزلاق ذهب. فلذلك الله تبارك وتعالى مدح أهل الرسوخ بمسائل باعتبارهم يعرفون كيف يتعاملون مع مسألة المتشابه. الراسخون في العلم يقولون آمنا به، لماذا؟ لأنه كالمحكم مصدره واحد، احنا إيماننا بأن المتكلم به الله، ماشي هذا الإيمان به يعني هو ذاك اللي يسمونه بالتفويض، خد بالك انتبه معي، يؤمنون بأنه هو والمحكم مصدره من الله واحد، كل من عند ربنا توكيد لمسألة وحدة مصدر الحق في المحكم والمتشابه. وما يذكر إلا أولو الألباب وهم الراسخون. تذكر ثمرة التدبر، قال تعالى ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. في التدبر إذا لم يعطيك تذكر بمعنى فهم، أو مدحهم بالفهم، وقال أولو الألباب واللب هو العقل إذا خلص من هوى، والهوى علة الزيغ في الفهم. فمدحوا إذن بالرسوخ، ثم شرح هذا الرسوخ ما هو؟ نقطتان: إيمان بأن الكل من عند الله هو الحاجة تتبداك، وأنت صاحب فهم ورسوخ تطرد الأمور إلى أصلها، فلا تضرب القرآن بعضه ببعض كالذين جعلوا القرآن عضين أي أعضاء، يؤمن ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، لا، كل من عند ربنا. زيد: وما يذكر ما لا ينبغي أن تتدبروا، لرفع هذا الذي قد يستغله البعض لضرب بعض القرآن ببعض. وما يذكر إلا أولو الألباب، مدح للعقل الذي صفى، يقال لب الشيء صفاوته، لب الشيء خلاصته، فالعقل إذا صفى لا يمدح العقول، ما من مر فيها أرباب العقول أبدا، أصحاب أولي الألباب. والعقل إنما يمدح إذا صفى وتجرد من دخول الهوى فيه، لأن أولئك الذين هم من أهل الزيغ كما وصف القرآن غير راسخين. وتعرف الرسوخ ثبات قدم، والزيغ انزلاق قدم، زاغ زل انحرف انزلق، يعني كلها متقاربة. والسبب ليس من أولي الألباب لدخول الهوى، وليس من أهل الذكار لأنه فاقد لمناهج الذكار، ما عندوش مناهج التدبر حتى تثمر له. والذي صرفه عن اثنين هو ما قال القرآن، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال هنا ابتغاء تأويله أي ليوافق الهوى الذي يريدونه، وهو الموافق للفتنة، فليس فيه ذنب للتأويل الصحيح. فهموا هذه المعاني حتى لا يلعب بعقولكم الذين يتاجرون بالعقيدة. إنك ستسأل بين يدي الله عن هذا الكتاب، وأن تضرب بعضه ببعض وتفرق الأمة بغير حق. يقول تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ عافانا الله منهم ودفعنا شرهم وبلاءهم فيتبعون ما تشابه، اقتصار عليه. وما ذكر، قال الراسخون في العلم الذين لا ينظرون في المتشابه وحده، بل يردون عند التشابه إلى المحكم وانحلت القضية. بالله عليك لو جاءك رجل بآية: أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، يجي ويتعلق بالاستثناء يقول لك هذا فيه استثناء من الخلود. أول حاجة ينبغي أن تقول له، قال انظر الآيات اللي ما فيها ليس فيها استثناء، كم هي شيء نيفت على 50 آية ما فيها استثناء في الخلود، وتجي لي واحدة وتشوش، إيش تريد يا صاحب الزيغ؟ هذا الابتداء من الأول، أنا سأجيبه. الله تبارك وتعالى في آية من آيات البحث قال: ثم إذا شاء أنشره، إذا أبغى إذا أراد الله بعثك. مرة واحدة فيها
إذا شاء تعليق النصر اللي هو البحث وهو حق وأقسم القرآن عليه، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن، إجا من المشيئة. إذن أصحاب الزيغ معروفين، هم لهم ولوع، لهم نزوع وتعلقات بالمتشابه. لكن لو جاء الآية نعم فسطر العقيدة وأنه البعث لا بد منه وأنه حق وأنه لا بد أن تؤمن به، لكن هذه الآية ما موقعها هو أنه لا يجب على الله ذلك الوجوب الذي تراه أنت، وإنما هو بمحض فضله كتبه على نفسه حتى يدفع عنك وحتى تفهم باب الإرادة بالطلاقة التي ينبغي تفهمها. فهمتني؟ هذيك قول تبارك وتعالى لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. إذا جعلنا الاستثناء من المخبر، كيف يخبر الذي وعده بالاستثناء؟ معناه أليس هو الذي صدق الرؤيا؟ أليس هو صاحب الرؤيا الذي إذن يقول لك الاستثناء عنه له له محمل، ولكن المشبهة أو أصحاب التشبيه أو أهل الزيغ يأبون إلا أن يقفوا عند هذا ويشوشوا على المحكمة. قال تعالى والراسخون، فمدحهم بالرسخ. ولا يمكن يمدحك بالرسخ ليقول بعدها إنك لا تعلمه. الوصف بالرسخ وبالادكار وبنعت أولي الألباب يعطينا أن هؤلاء يعلمون ويؤمنون، يؤمنون أولا باعتبار أن هذا كلاهما من الله، ويؤمن ويعلمون ما يكون محملا لدفع هذا الذي قد يلبس به بعض المتلبس. يحمل القلادة المراد به كيد، أو لعل المراد به كيد، وهذا لا يشككنا في الأصول المحكمة. رب قيل يقول ولماذا وضع المتشابه أصلا؟ ينبغي أن يشال شوينا، ينبغي أن يشال المتشابه. سأقول لك الجواب تعلموه. في خلق الله أمور متشابهة، لا تعلموها؟ في الكون أمور إلى اليوم محل حيرة على الذين يبحثون، وفي الفعل وفي الخلق قول أمور هنا فيها بعض ابتلاء للعقل من جهة وامتحان لنا، ولا يستطيع أن يحيط بكل شيء. أمر الساعة، دابة الأرض متى تكون، يجوز وما يجوز، أمور في غيب الكتاب. أين هم هم الآن؟ والنبي يقول فتح اليوم من ردم يجوز ومجوز هكذا وحلق. أنا سأجيبك بالمحكم، ولله غيب السماوات والأرض، يعني أن الأرض فيها غيب، والذين يزعمون أن الأرض مسحت يحتاجون إلى من يمسح جهلهم. كيف مسحت؟ مسح القطب الشمالي والجنوبي، وأي مسح هذا الذي تقدر مسحني مليمتري، ولا المسح بالطائرات من مسافة الكيلومترات؟ إذن ورود المتشابه في الكتاب فيه من جهة امتحان، فيه من جهة إعلان إلى أن هذا الذي أن في كلام الله الذي هو من علمه أنزله بعلمه، أي وفي علمه، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، وأنت تريد تحط بالسر فيبقى. ثانيا عندنا مسألتان أساسيتان وعمليتان، إحداهما موضوعية والأخرى تربوية في ذكر المتشابه. الأولى أن هذه الرسالة العظيمة اللي هي القرآن دائمة وخاتمة، فلا بد أن يبقى فيها هوامش مفتوحة للفهم، لأنه لو كان الوضوح 100% في كل شيء كيف ستستقبل الأجيال التي ستكون مع الرسالة على امتدادها وهو لا أثر لها في التعامل مع الكتاب مستجدا؟ كيف؟ ما عندهاش حظ باش تدخل في هذا الكتاب أو تساهم فيه. ثانيا أن ربنا جل في علاه يريد لحملة هذه الرسالة من أهل الاستنباط أن يبقوا على أهبة الاستعداد مرابطين في طغر الاجتهاد. تعرفوا الطغر؟ طغران، طغر جهاد لرد العناد، لا بد من هيبة للدولة ولا لا مسلمة، ولا بد من هيئة أيضا، هيئة جهاد وهيبة جهاد. الجهاد تجيب لك سيوف وتجيب لك قتل الأبرياء، لا لا، كف العادية وصيانة العافية.
رد المغتصب وصيانة المكتسب، مسائل لا بد فيها من فهم. بقاء حملت الشريعة في رباط الاجتهاد، واجتهاد مفتوح لأعمال النظر حتى لا تفسد منهم ملكة الاعتبار وملكة النظر، ويبقى متألقين باستمرار. الرباط في تغري الاجتهاد، وكون الرسالة دائمة يحتاج إلى فتح موارد منها لتتوارد عليها الباب أصحاب الاعتبار، هذا شيء أيضا من مقاصد الإنزال. رسالة لمن؟ الذين يقول نريد كل شيء على وضوح متساوي. أقول لا، أنت أيها الإنسان المتلقي فيك محكم ومتشابه، فمحكمك هذا الذي نراه ونلمسه ونحدده ونصوره ونتلقاه، ولا خلاف لنا مع محكمك، أليس كذلك؟ وفيك متشابه، روحك، سرك، كينونتك. إن قلت لك من أنت؟ من أنت؟ ستجيبني بطاقة التعريف، محمد ابن العربي، سكنة كذا، وظيفة كذا. هذه أشياء كلها محكمات، ما في التباس بالنسبة لي، ولكن من أنت يبقى بالنسبة لي غامضا. من أنت؟ ما معناك؟ ما سرك؟ ما حقيقتك؟ حين تنام أين تذهب كينونتك؟ إذن فيك متشابهون محير. إذن لابد أن يكون الخطاب إليك الإلهي، ألا يعلم من خلق؟ الله يعلمك ويلقيك من كلا المدخلين إليك ما يكون باب للفهم عنه. فإذلك لا تستغربوا مثل هذه الأشياء إن شاء الله في رسالتكم. ويبقى وصف الحق في الكتاب كما وصف الحق في فعل الإله، تعرفون فعل. وعندنا في العقائد باب يسمى باب صفات الأفعال، وفيها خلاف، تسمى أولا تسمى أحوالا، وقد رفض الإمام الشعري تسميتها بالحال اللازمة، ولا إلى حرج فيها، أنا مصطلح هذا فقط. بل الإمام الأشعري رحمه الله ما قبلها صفات، يعني هو يكونه قادرا ومريدا وعالم، قال لا، هو أقر بصفات المعاني دون المعنوية، الإمام الأشعري. ولكن أئمتنا ومنهم فقهاء المغاني علماء العقيدة المغاربة جمعوا بين صفات المعاني وصفات المعنوية، وذلك حتى يقطعوا الطريق على الذين قد يتشككون إزاء صفات الأفعال. علاش؟ لماذا؟ إن صفات الأفعال إذا نظرت إليها من جهة صلوحيتها فهي قديمة قيام الذات العالية، ومن جهة تعلقها فهي محدثة. أعطيكم مثال: الله له قدرة، وقدرة الله في اعتقادنا كما هو مسطر في الكتاب وفي السنة صفة كمال تصحح لمن قامت به أن يفعل، أن يدرك وأن يفعل من غير معترض على فعله أو عجز في مفعوله. لكن هذه القدرة خلق الله بها الكون والإنسان والشجر والحجر وهذه الأكوان كلها، هذه إذن مفعولات، مقدورات القدرة، مقدوراتها تعلقت بها القدرة فكانت في مكان معين في زمان معين. هذا التعلق يسمونه تعلق تنجيزي، معناه أنجز في وقت كذا. هذا التعلق، هذا النوع من وعي الفعل هو عنده محدث. وفي القرآن بالنسبة للكتاب، شوف ما يأتيه من ذكر من ربهم محدث، فهو باعتبار مجيئه من الله يكون قديم، لأن الله متكلم بالقرآن وبغيره كما تكلم بالتوراة والإنجيل، وتكلم مع الكون، وتكلم مع من يشاء، ويتكلم إلى الآن جل في علاه. تبع معي؟ فكلام الإله كلام قديم، صفة من صفات حياته وكماله، لكن تكلمه بالقرآن في زمان معين أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا تعلق، هذا تعلق تنجيزي. هذه المسائل شوي امشي امشي على مهل شوي حتى تفهم إن شاء الله، ويفتح الله عليك، ما تنسحش. أنت يا عبد الله
خلقت بمشيئة الله وخعبر الأسباب وبقدرة الله، فأنت مقدور لله. هذه القدرة التي بها خلقك الله قديمة ولا جديدة؟ قديمة، ولكن أنت أثر من أثرها لوحدته، أثرها في هذا الوقت أثر من أثرها. قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأمطار، من أثار رحمة الله. والرحمة التي بها تنزلت هذه هي من رحمات الله التي يوصف الله بنا بمقتضاها بكونه رحمانا ورحيما. فهمت سيدي؟ إذن فكونها من جهة وصف الله بها قديمة قدم الذات العالية لا يتنافى مع حدوث تعلقها. أنا تجدد هذا التعلق، عندك قوة تشوف الله نعمس بالمقاييس المادية. احنا اليوم فينا أرصدة مادية، من سبل الرصيد المادي في حسنا وفي زائد، في ذلك حين تعرض علينا مسائل من حقائق الغيب دائما العقل يستصحب صورا للمحسات. فذلك لا تعجل، الله يغفر لنا في سبيل المعرفة أن ننتظر حتى نصل إلى كمال الفهم في مثل هذه الأشياء. وهو الذي يتوفاكم بالليل، هذا التوفيق يحصل به بقدرة الله، والقدرة صفة شأنية لله قبل أن يكون الإنسان، لكن تعلقها بك أيها النائم في لحظة معينة هذا تعلق تنجيزي باعتبارك أثرا من أثر الله. وهذا التعلق عند أهل العلم يقولون: كل الصفات فلها تعلق إلا الحياة وما لها تعلق. الحياة نسبة لله، لا تعلق لها بغير الله. قلت حياة الله تعلقت، إحياؤه الرجع لفعله، ما حياته فليس لها تعلق. وذلك حتى ننفي البعضية، ما كيش ليس أحد جزءا في الله ولا الله جزءا من أحد. حياة الله لا تعلق لها بأحد، هذا عند علماء العقيدة. كل الصفات فلها تعلق، العلم له تعلق انكشاف به تنكشف المعلومات، والقدرة لها تعلق تأثير إيجاد أو إعدام، والإرادة لها تعلق تخصيص بأحد الممكنات المتقابلات، كونك رجل أو امرأة بهذا القدر أو على هذا، تعيش أو تموت، معمر أم قصير العمر، هذه تخصيصات إرادية، هذه تدل على فعل الله المختار إرادته. والكلام له تعلق دلالة، أي إيضاح وإفهام بالنسبة لمن خطب به، سواء كان كلاما إلهيا متعلق بالرسول أم مخاطب فيه الملائكة أم مخاطب فيه غيرهما. أما الحياة فلا يقال فيها تعلق، ليس لها أثر. التعلق عندهم وصف مقتضى، التعلق عندهم مقتضته الصفة بحيث يكون زائدا هم يقول على الذات، أي على وصف الذات، لم يكن هو في وصف الذات وإنما هو أمر زائد اقتضاه الأثر، أثر الصفة. هذه صفات الأفعال، هناك من يرى أنها أحوال لزمة، هناك من يرى أنها صفات أفعال باعتبار الصلوحية تكون قديمة، وباعتبار التعلق التنجيزي تكون حادثة. فهذا الشيء لا يضر إن شاء الله، لا يضر العقيدة أبدا. ثم إن شاء الله قبل الانتقال إلى المقطع الذي يلي: إن الله فالق، سمينا مقطع الفلاح بما لاح من أسرار إن الله فالق الإصباح. إحنا هذه التسميات وضعنا لكم إن شاء الله باش تحفظوها، لأن فيها سجعات، وهذه السجعات يراد منها تجلية المضمون والربط بالمسائل. لكن قبل إن شاء الله أن ندخل إلى هذه الآية العظيمة في سورة الأنعام: إن الله فالق الحب والنوى، ندخل إليها من صفات الأفعال. معظم الذي تجلي صفات أفعال، ولكن تؤطرها صفات الذات، وهي أربعة. شوف معي، تابع معي، صفات الأفعال تقول لنا في النص تؤطرها صفات الذات العلية، بدءا: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الموت، لقوله العزيز الحكيم صفتان، وقوله في الختم اللطيف الخبير. هيك
وهو مدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا اسمان من الأسماء الحسنى واسمان المتوسطان العزيز الحكيم، أربعة أسماء حسنى تؤثر أفعال الخلق وأفعال الفلق. إن الله فالق والذي يصوركم، يا كذي جينا أنتم كل شيء لا يا. لا، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، فعل الهداية، شوف الهداية إلى مصالحنا إلى الحياة، هداية إلى المصالح، لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم، فعل الإنشاء، من نفس واحدة فإذا أنتم بشر تنتشر، من نفس واحدة، فمستقر أو مستقر على القراءتين ومستودع، وكلنا مستقر إلى أجل نستودع فيه بطون الأرض. الخلق لأجل ومهمة بينهما بين الاستقرار والاستدعاء. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء مدد فخرجنا به نبات كل شيء، فخرجنا منه خضرا، الزرع، البقول، سنابل، نخرج من حب متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان عذاق التمر دانية، وجنات من أعناب والزيتون والرمان، تمرات تخرج منها الزيت والصبغ للآكلين، وتمرات تخرج من الفاكهة كالرمان والدواء. متابع؟ متشابها وغير متشابه. هذا التشابه في الحسن، في الكمال، في الصورة، في الطعم، في المذاق، يتشابه من جهة ويختلف في جهة، متشابه وغير متشابه. قد فصل آيات لقوم، زيد، الذي انزل من السماء متشابها قل مشتبها وغير متشابه. انظروا الى ثمره، غايه امره، اذا اثمر ثم اذا نضج، كيف تخرج الثمره مبتدئه ثم تبدا في الاكتمال، من بلح الى رطب الى تمر جاف، الوان في تطوراته، وقل العنب من حصرم الى حلو، المذاق إلى أنواع من نكهاته على اختلاف ألوانه وتشابهاته. وينعي نضجه، لينع النضج كمال الإثمار، كيف ابتدأ في الإثمار وكيف انتهى في الينع، مشاهدات، آيات من آياته، الفعل الإلهي أولا بالجمال في الصورة والكمال في الأثر نفعا لهذا الكائن. وهذا نسميه دليل العناية، دليل الإبداع، دليل الرعاية، دليل النظام، دليل الحكمة، دليل الجمال، وكل هذا تشير إلى واحد هو الله. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا نحن به ثمرات مختلفة ألوانها فأخرجنا به نبات كل شيء. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، وقبلها يعلمون، وقبل بينهما يفقهون. الإنسان لا يؤمن حتى يعلم، ولا يعلم حتى يفقه. في الفقه معرفة الأشياء الدقيقة، والعلم معرفة الأشياء الظاهرة، والإيمان ثمرة الفقه والعلم. اقرأوا في سورتكم توقيعات الإلهية، توقيعات لقوم يعلمون، لقوم يفقهون، لقوم يؤمنون في نهاية المطاف. الإيمان ليس حصاد جهل وغباء وانغلاق وانطمار وانزواء وتواري وعمي عمن، أبدا، هو محصلة علم وفقه في آيات الله. بهذا يصرخ الكتاب في وجوهنا. ثم قال تعالى وجعلوا لله، مع كل هذه الأشياء جاءت هذه الآية التي تلفت، تسمى هذا بواو الصرف،
عند أهل العلم بالعربية، وما كل ذلك جعلوا لله شركا. هذه كقول الله ثم تعاطفة، ثم الذين كفروا بربهم يعدلوا، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم كمان، وخلقت الجن مخلوقين وجعلهم معه وزادوا فخرقوا، قرأت نافع وما أجملها، وخرقوا له بنين وبنات. شتي الافتراء حين يصل قيمة يصبح تخريق، خرق شيء هي شقه للإفساد، وخرقه هي مزقه كليا، تمشيق الحقائق. وخرقوا له، نسبوا له نسبا لا يقبله لا عقل ولا منطق، هو أشبه ما يكون بالتوب الممزق الذي لا يجمعه نظام ولا نسج ولا إحكام ولا إيش. وقالوا خرق واخترق واختلق قريبا من معلوم سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ما أصبرك يا رب. شوف الله كيف عباده وهم أشركوا به، لأنه لا يضر شيء من هذا، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار. وهو تقصير لصفات الفعل من خلال صفات الذات من خلال كمالات الأسماء الحسنى. وإن شاء الله نحصل إن شاء الله ذلك الأفعال ونجمعها في مراجعها إن شاء الله في مسائلتي، ولكن نملي عليكم إن شاء الله بعض ما يتعلق نختم بهذا شوية لابد، انتظروا قليلا لأنه إذا مشى شيء ما نتم لا عقيدة ولا شيء. عندنا في كلمة التوحيد التي ترددت معنا مرات وجاءت في أوائل مقاطع، لا إله إلا هو، شو اسمه هذه؟ كلمة الإخلاص، الشهادة. وما شهادتها؟ مدخلك إلى الإسلام ومدخلك إلى الجنة وضمان وأمان من أن تتعرض لي لأي شيء، لا هنا من جان ولا هناك من خلاف ما يقتضيه توحيدك إن شاء الله. هذه الشهادة قال أهل العلم إن العقائد كلها ترجع إليها، إحنا بصدد رصد القواعد. تقول سيدنا ابن عاشر وقول لا إله إلا الله محمد أصله الإله اجمع كل هذه المعاني كانت لذا علامة الإيمان وهي أفضل وجوه الذكر فاشغل بها العمر تفوز بالذخر. لا إله إلا الله محمد رسول الله شهادة تجمع العقائد 66، 50 ترجع للجلالة الشهادة الأولى، و16 ترجع لمحمد رسول الله. يلا الآن إن شاء الله نقربها لكم شوية كما قرأنا نحن، لابد تقرؤون الذين قرأنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قواعد الإيمان في الشهادتين قد ضمنت دونكها من غير بين من غير مين. عقائد الإيمان في الشهادتين قد ضمنت دونكها من غير مين، نفسية ثم السلوب الخمسة، معاني معنوية قل سبعة، 20 ذي مع ضدها في العدد قل 40 من صفات عددوا، وتجنحا رمز لخمس ذكروا مع مقابل لها قد حرروا، فالكل 50 بلا التباس إن درجت في كلمة الأساس، وستة مع عشرها تندرج في شطرها التاني أتاك الفرج، تبلغ رسل وأمانة وصدق جوز أعرض عليهم بحق، إيماننا بكتب ملائك وأنبيات من المعاد المدرك، بضدها المنفي يكمل العدد، ست مع الستين واسأل المدد، واستخرجت بجمل من اسمي الله رسما فرعها بالحكم، كلها مأخوذة من اسم الجلالة الله بحساب الجمل، الألف واحد واللام 30 واللام 30 كم 61 والهاء 5 المجموع 66 في رسم الجلالة، ترجع إلى العقائد 66 معظمها قل رجعون إلى الغنى،
غنى الله، وبعضها لفقرنا نتلمنا، بعضها يرجع لغنى الله وبعضها يرجع لفقرنا. تابع معي في آية بفطير محمد: أصل الذي فصل في المعتقد، في سورة فاطر آية وكذا في سورة محمد، الأصل والمرجع لهذه المعتقد: أنتم الفقراء، أنتم والله هو الذي استغنى عما سواه، فأغننا ربي بفقر مضطرد، إليك إدو والغنى حيث وجد، والعكس عين الفقر، من يستغني عن مدد الرب العظيم المغني. هذا الختم: فأغننا ربي بفقر مضطرد، إليك إدو والغنى حيث وجد، والعكس عين الفقر، من يستغني عن مدد الرب العظيم المغني. هذه وعندنا قصيدة أخرى أطول منها شوية في نفس الموضوع توصل. والأهم فيها وديك مسألة تاع ودجناحا رمز لخمسي وضدها خمسون فسلك عشر. أولا تاء تجناحا، تاء التنزه عن الأغراض في الفعل تجناحا، والجيم جواز الفعل والترك على الله، يخلق العالم وما يخلقوش، يرزق أو لا، الله لا يجب عليه شيء في البعض. نفي التأثير نون ثانية، نفي التأثير بالقوة، معنى الأشياء لا تفعل بذاتها، لا بقوة فيها ولا بخاصية. والحاء حدوث العالم بأسره، فليس فيه ولا قديم واحد، لا الهيول الأولى ولا الدخان الذي كانت منه السماء ولا شيء كان مع الله أبدا. نفي التأثير بالطبع أو العلة، نجحلنا وضدها خمسون، وهو منتفي عن الله، ثبوت الغرض في الفعل، الله منزه عنه، ثبوت التأثير بالقوة، ثبوت التأثير بالطبع أو العلة، قدم الشيء من العالم، كل هذه منفية، عدم جواز فعل ممكن، كل هذه منفية. وجمعناها في قول أو جمعها علماء العقيدة تجنحا، تاء جيم حنون حاء نون، وتجنحا رمز لخمس ذكروا مع مقابل الله قد حرروا، فالكل خمسون بلا التباس، قد أدرجت في كلمة الأساس، لا إله إلا الله كلمة الأساس. هذه إن شاء الله عودها من بعد وتتضح لكم الصورة بعدين إن شاء الله. ثم من حالة المهزي في نظم عقيدة الأجزية، هذا نظم لنا كما في علمكم إن شاء الله، نظمناه أزيم منذ 10 سنة، وكان إن شاء الله أن يكون هو في هذه الدورة. من حالة المهزي في نظم عقيدة الأجزي، الأجزي هذا هو الإمام المشهور عندكم الطحاوي وأبو جعفر أحمد بن سلامة، وهذا إمام بلغ مرتبة الاجتهاد، وحله الإمام الذهبي في السيار بقوله: فقه الديار المصرية ومفتيها، وحله بالحافظ العلامة، هذا سيارا، وقال: ومن نظر في كتبه عرف مستوى فقهه ونظره، ومن أجل كتبه مشكل الآثار ومع كتاب شرح مشكل الآثار وكذا كتاب معاني الآثار، ومن هذه العقيدة الصغيرة التي تنسب إليه لأنه نسبناها إليه بالنسب لا بالموقع. طحا قرية في الصعيد من مصر، ولكن الأزد قبيلته باليمن، فهو أزدي قحطاني ومنسوب لكذا، لا تخوف كما يقول البعض أو تواريا أو توريا. من عجيب أمر هذا الرجل أن أمه كانت فقيها شافعية ومعدودة في طبقات الشافعية، أمه كانت فقيها جليلة وكانت من أصحاب الشافعي، وكان لها حضور في مجلسه، عجيب أمر هذا الرجل. وخاله هو الإمام المزني المزني صاحب المختصر في فقه الشافعية، هذا هو الذي نشر مذهب الشافعي، قالوا له لا علماء عرف الشافعي مش البياقي كما يقول بعض المزني. لكن سيدنا رغم أنه عاش في فقه الشافعي فإنه تحنف ولا شيء فيه، لا عيب في التمذهب، لا عيب في التعصب، احفظوا القواعد. وعصر الإمام الأزدي هذا الطحاوي، عصر أصحاب الكتب الستة بخاري ومسلم، ولكن روى عن 2 من أصحاب السنن اللي هم الإمام النسائي والإمام أبو داود، وكان يجلاني هذا، هو روى عنه من تلامذته، ومن أجل تلامذته هو الإمام الدمغاني والإمام الطبراني صاحب المعجم، معاجم الثلاثة، تلميذ الأجزي هذا صاحب هذه العقيدة، وهذه العقيدة من أجل ما صنف فيها بساطة وسدادا في الصياغة،
وخروج من المضايق من أجل ما كتب فيه، خصوصا نحن شلنا منها بعض ما علاقة له بالعقيدة باعتبار الأصالة، ومن مقحمها أخليتها كما سيجيون إن شاء الله. وروى أيضا عن الربيع بن سليمان، هذا أيضا كان معروف من حتيم الشافعي أيضا روى عنه. قلت فيها سيدي كما هو منحة المهدي في نظم عقيدة الأزدي، المنحة معروفة، والمهدي صاحب الهدية، وأفضل ما يهدى العلم، وأفضله ما اتصل بالله كعلم الاعتقاد. هذه إن شاء الله هدية إذا قبلتموها كنتم من أهل العقل، صاحبها في الصدر الأول، لأن العلوم إذا كانت علوم نقلية تعين الإفصاح عن القائل في مقدمتها تعين، إذا كانت العلوم عقلية فيستحسن معرفة لابد من أن يعين. قال عبيد ربه البحيوي في نظمه عقيدة الطحاوي، عبيدة الصغير عبد، وأحق العبيد بالصغير هم أهل التقصير، وإحنا لا نزكي أنفسنا، إحنا أول مقصر، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ضربة لا زباج. قال عبيد ربه البحيوي نسبة لأبي يحيى البصير، هذا أجد الأعلى لنا في المغرب، وسيدي أبي يحيى البصير هذا دفين الحضرة في الحوز الأكبر في نواحي مراكش امتدادا القديم، في نظمه عقيدة الطحاوي غمره الله بمحض رحمته، يعني الطحاوي دعاء للذي علمك، هذا أقل ما في الوفاء، لا مجدلكم معروفا فكافئوا فإن لم تجدوا فادعوا دعوا حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. غمره الله، الله مغمره، والغمر إحاطة من كل الجهات، بمحض رحمتك، المحضة الخالصة التي ليس معها استحقاق، وعمنا معه بفيض منتك، لأن هذا إذا دعا أحد فلا يظهر التشبع تاو يدخل بغفر لنا ولا ها؟ وكنا نخص الميت حتى أخلص له الدعاء اللي نحوج إليها في تلك اللحظة، وإلا في الدعاء الأخير بعد تكبير الرابعة نقول اللهم اغفر لحيينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا، فدخلت في هذا العموم في الأخير رجعت إلى نفسك، وعمنا معه بفيض منه هو العطاء السخي من غير منه هو المنة، منتحيا ألفظه في الذكر إلا إذا ضاق نطاق الشعر، يعني أنا التزمت أن ألفاظ الأزدي رحمه الله نبقي عليها حتى ولو كان صياغة شعرية، اللهم إلا أن تحوزنا صياغته إلى ارتكاب المستكره من الضرائر فهذا إن شاء الله لا نقبله، لأننا نحول لا شيء، أنا نأتي بمراد فيه وكذا. ثم بدنا إن شاء الله بقول فصل في توحيد الله، تسبيح وحمد وتقديس ومجد، إذ مرده إلى إثبات الكمال المتعال ونفي ما يضد كماله بكل حال، وهذا قد فهمتموه، وأن العقائد كلها ترجع لسبحان الله وبحمده، تسبيح وتنزيه والحمد تنويه بالذات العالية بكمالتها، أحد صمد ترجع إلى العقيدة الله لا إله، أنا ممكن إن شاء الله العقيدة أن تعلمها الواحد في سورة الإخلاص وفي آية الكرسي، ننتقل بكم في أفنان في روضات مرجعها واحد وعمدها هي والمراد رفع منسوب اليقين في الصدور لترتقي، هذا هو الغرض إن شاء الله. اللهم عرفنا بك معرفة توصلنا إليك، وأعصمنا اللهم من الزلل في القول والعمل، إنك ولي ذلك والقادر عليه، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.